ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. دكتور كريم أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وكل عام وكل المصريين بخير. دكتور عمرو، كنت أسأل الضيف السابق عن أبرز ما ميز عام 2023 اقتصاديا داخليا. طبعا يعني هو عام 2023 بداية هو كان عام يعتبر يعني محمل بتأثيرات أزمات اقتصادية عالمية، وحمل أيضا بأزمات جيوسياسية، ولكن مع ذلك الاقتصاد المصري نجح في الصمود ونجح في تحقيق مؤشرات إيجابية في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة والمختلفة. دي نقطة مهمة جدا، يعني حتى وإن كانت النسب المحققة ليست بكبيرة، ولكن الصمود والحفاظ على الاستقرار في هذه القطاعات وتحقيق معدلات نمو إيجابية فيها هي نقطة مهمة ونقطة إيجابية ونقطة بتهم المستثمرين وبتهم المؤسسات الدولية. يعني أبرز هذه الأرقام المحققة، معدل النمو محقق 3.8%، ومتوقع أن يكون العام القادم يصل إلى 4.2%. الناتج المحلي الإجمالي أيضا وصل حوالي 11.84 تريليون مقارنة ب 9.8 تريليون. هناك العديد من التطورات في قطاعات اقتصادية هامة، وهي قطاعات بيستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي، بيأتي طبعا على رأسها قطاع الاتصالات والسياحة والصناعة. دكتور كريم، ونحن نتحدث عن هذه القطاعات، وحضرتك توقعت أن تزداد نسبة النمو الاقتصادي من 3% إلى أكثر، في رأيك هل سيكون هناك قطاع يمكن أن نسميه بالحصان الأسود الذي سيكون قادر على قيادة الاقتصاد وباقي القطاعات وسيستند عليها الاقتصاد المصري خلال هذا العام، العام الجديد 2024؟ يعني طبعا هو اعلى القطاعات المحققة لمعدلات نمو فيها هو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محقق حوالي نسبة نمو 16.3%، ويسهم في اجمالي هذا ما يسهم به في الاقتصاد الكلي. بالضبط، دي طبعا يعني ده يعني مؤشر مهم جدا، لان هذا القطاع هو قطاع حيوي، قطاع يتعلق بالتحول الرقمي، يتعلق بتطور البنية التحتية الرقمية داخل الدولة المصرية ونجاح في اعتماد الأفراد والشركات والمستثمرين عليها، وأيضا التوسع في حجم الاستثمارات فيها. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو يعتبر هو نقطة التحول الحالية في اقتصادات العالم ككل، العالم ككل يتجه إلى هذا المجال باعتباره مجال آمن وقطاع هام للاستثمار فيه، وقطاع يعني غير ملوث للبيئة، قطاع بينتج ويضيف لفروع وقطاعات الاقتصاد المختلفة. عندنا طبعا أيضا قناة السويس والمناطق اللوجستية المحيطة بها، دي نقطة مهمة أيضا، يعني محققة نسبة نمو يصل 11.9%. أيضا قطاع النقل واللوجستيات، الدولة المصرية نجحت في يعني إنشاء القطار اللي بيربط ما بين الموانئ البحرية والجافة والقطاعات اللوجستية، والدولة المصرية كانت بتعتبر أيضا من أوائل الدول المطبقة للفاتورة الإلكترونية اللي بتساهم في تحول مصر لمركز تجارة عالمي. عايزين نضيف ايضا نقطة مهمة جدا، وهي برنامج الطروحات الحكومية اللي ساهم ايضا بصورة كبيرة في يعني تخارج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية، وسمح للقطاع الخاص والمستثمرين في الدخول فيها. دي نقطة مهمة في الفترة القادمة تجني ثمارها، سواء من حيث توفير الموارد الدولارية من النقد الاجنبي، سواء في دخول استثمارات جديدة، سواء في توفير فرص عمل مختلفة. نعم طيب، يعني أمرين مهمين أيضا يعني أود أضيفهم، هو قطاع الأمن الغذائي. قطاع الأمن الغذائي هام جدا في الأمن الغذائي، وهو الرابع عالميا. ده كان نتيجة أيضا لتطور في البنية التحتية الزراعية،
في زيادة حجم الصوامع والسعة التخزينية لها، في تحسن البيئة الزراعية وشبكات الري، وايضا تنفيذ او تطبيق برنامج. نعم، وهذا يدفعني دكتور كريم الى ان اطرح عليك سؤالا، الا وهو حضرتك تحدثت عن ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافه الى قطاع النقل واللوجستيات، هذه هي ابرز القطاعات التي ستقود نمو الاقتصاد خلال المرحله المقبله، ولكن ماذا عن القطاعات الانتاجيه كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي في الفتره القادمه، خصوصا مع الازمات العالميية التي كانت لها تداعيات كبيرة على الحاصلات والمواد الغذائية الأساسية والأولية، وما ألقت بأعباء على المواطن خلال الفترة الماضية؟ يعني هو طبعا الدولة المصرية يعني بتعمل على قدم الوساط في تحقيق الأمن الصناعي وتحقيق الأمن الزراعي، والدولة المصرية أصبحت بتعتبر هذه القطاعات هي من محددات وأساسيات الأمن القومي المصري، خاصة بعد الأزمات الأخيرة اللي حصل فيها تعطل في سلاسل التوريد والإمداد، وأيضا تعطل في يعني واردات بعض الدول المنتجة في الحاصلات الزراعية والتي نستورد منها. يعني وجدنا اتجاه كبير جدا لتطوير هذه القطاعات، وجدنا يعني قطاع الزراعة على سبيل المثال، وجدنا سياسات زراعية حديثة ومتطورة، سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي في قطاع الزراعة، بمعنى التوسع الأفقي وهو زيادة المساحات المزروعة والأراضي اللي بيتم استصلاحها، والتوسع الرأسي في استخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة من شأنها زيادة المحصول وزيادة الإنتاج الزراعي من هذه الرقعة الزراعية. دي نقطة مهمة جدا، ويمكن في خلال الأزمات الأخيرة وجدنا عدم حدوث أي نقص في الأسواق من القمح أو السلع الاستراتيجية المستخلصة منه، وبالتالي ده يعتبر نجاح لقطاع الزراعة. وجدنا كما أشرت لحضرتك تطوير وإدخال تكنولوجيا حديثة ساهمت بصورة كبيرة في تطوير شبكات الري، في تحسين أحوال ودخول المزارعين. كل هذا الأمور بتنعكس انعكاس إيجابي على المجتمع وعلى الأفراد داخل المجتمع بتوفر منظومة غذائية آمنة ومستقرة ومستدامة. قطاع الصناعة أيضا يعني وجدنا العديد من الحوافز المختلفة اللي الهدف منها دخول مستثمرين جدد أو دعم قطاعات صناعية حالية، ولكن يعني هنا تقدر الإشارة أيضا إلى ما يعني خرج به الحوار الوطني المصري في المحور الاقتصادي من مخرجات، وجدنا تطبيق وبدء تنفيذ لمخرجاته فيما يتعلق بلجنة الصناعة أو لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ويمكن هو ده اللي ساهم في يعني المنتصف الثاني من العام في تطور ملحوظ في هذه القطاعات منه. دكتور كريم، على ذكر القطاع الصناعي، ما هي أبرز ما واجهه القطاع الصناعي في عام 2023 في مصر، وما هو أو ما هي الإجراءات التي اتخذت من الحكومة حتى تستطيع أن تزيل كل العوائق والمشكلات التي واجهت القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي المهم، أبرزه طبعا توفير مستلزمات الإنتاج وغيرها من الأشياء التي يحتاجها هذا القطاع المهم والحيوي خلال الفترة القادمة؟ يعني هو طبعا كما اشرت لحضرتك كان في تطور يعني نسبي في عمليه ادخال مستلزمات الانتاج، كان هناك يعني بنتكلم على مستوى السياسات الماليه، ايضا هنجد ان وزاره الماليه قامت بالعديد من الاجراءات الخاصه بالحوافز الضريبيه والاعفاءات اللي من شأنها دخول مستثمرين جدد في مشروعات جديده. وجدنا ايضا المنطقه اللوجستيه لقناه السويس بدأت يعني يتم اتخاذ إجراءات موسعة فيها من شأنها دخول مستثمرين جدد والاستفادة من يعني هذا الموقع اللوجستي الهام. دي كلها قطاعات أو يعني أمور بتخدم قطاع الصناعة وبتخدم يعني خلينا نقول حتى وإن لم نصل في وقت في مدى قصير للإنتاج الكلي، ولكن أو الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة، ولكن خطوات مهمة اتخذت بتسهم نسبيا في تقليل فاتورة الواردات وتعظيم فاتورة الصادرات.
طبعا يعني خلينا نقول ايضا ان السياسات نشير فيما يتعلق بقطاع الصناعه للسياسات النقديه ايضا، لان قطاع الصناعه هو قطاع بيرتبط بسياسات ماليه ونقديه. السياسات النقديه ايضا وجدنا البنك المركزي يعني على مدار عام 2023 وفي ظل رفع البنك الفيدرالي الامريكي والبنوك المركزيه في كافه دول العالم لمعدلات الفائده، الا ان البنك المركزي المصري استمر لثلاث مرات متتاليه تقريبا في تثبيت سعر الفائده. كان الهدف منها ايه؟ كان الهدف منها تحريك السوق وجذب استثمارات وتخفيف تكلفه الاقتراض على المستثمرين الحاليين او الجدد. دي كانت نقطة مهمة جدا، انا بعتبرها نقطة جاذبة للاستثمار وبتحرك يعني التوسع في مشروعات حالية او مشروعات جديدة لاي مستثمر. شكرا لك دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية.